السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في قناة ايزي تو بلاي. دي الحلقة رقم 2 من سلسلة مملكة الشمس، اللي اخر مرة حاولنا ان احنا نعمل مملكة وقدرنا الحمد لله ان احنا نتصدر كل الهجمات. مفيش اي اختراق حصل، مفيش هجمة حصلت ان هي نفذت وضررت المباني بتاعتنا. فالمرة دي خلونا نشوف كده، بس نسترجع مع بعض نشوف الحصن بتاعنا شكله هيكون كبير. يعني انا مش عايز اتوسع بقى، لانه كده يعني عايزين نلم الموضوع ونقفل، لانه لو قعدنا ناخد كتير خلاص الخريطة بصوا هتخلص هناك يا شايفنا. شايف انه مناسب جدا لو اخدنا بس الارضين دول وقفلنا كده. نبتدي نقول بسم الله وناخد الارض دي وناخد الارض دي كمان، وبعدين نعمل السور. وبما ان عندنا شوية ابحاث فخلينا برضو ندخل نعمل نديهم بحث زيادة نقوي موضوع الماركت، عشان لو احتاجنا حاجة واتزنقنا نقدر نشتريها. الهجوم اللي هيحصل علينا هيحصل من انهي ناحية؟ انا تهت. هنا الهجوم اللي هيحصل علينا من هنا، وجنودنا واقفين مستعدين، امورنا تمام. ممكن نيجي نطلع شوية جنود زيادة احتياطا، بما ان عندنا ناس كتير واقفة. خلونا ناخد رماة، لان احنا الرماة اظن هنحتاجهم كتير بعدين. هطور المبنى ده ونطلع 10 رماة. ليه مش عايز يجي يدوس اكتر من 10؟ مش عارف، اكتر من 9 قصدي، مش عارف. تمام، المبنى نفسه ممكن نقول له يطلع لنا الناس، نجيبهم على هنا على طول. ممتاز، عايزين نعمل شوية توسع هنا في منطقة السكن، والسعادة بتاعت الشعب معقولة. تعال نعمل بيوت بالمنظر ده كده. اتفتح عندنا التريدينج بوست، عشان احنا كنا نزلنا يعني عملنا هنا السيرش. فالتريدينج بوست خليني احطه في المكان اللي فيه الذهب ده. الذهب نقص على الاخر كده، ده خطر، الجنود بتوعنا ممكن يموتوا او يمشوا. يعني تقريبا في كأن جندي مشي بسبب ان الذهب قل. طب احنا بسرعة نعمل ايه؟ نعمل هنا ماركت، محتاجين حل جذري لموضوع الذهب بسرعة. تعالى هنا حد يتعين فيه، شوف هيجيب لنا انكم ولا لا. احنا عشان طلعت جنود كتير فاخدوا سحبوا الذهب بسرعة اصلا، وانا كان عندي في الاصل ناقص. يلا يلا يلا. ده هما راحوا دلوقتي. بقى عندنا ناقص 300 ذهب، مش عارف دول هيصمدوا معايا ولا لا. الحمد لله صمت. ممتاز، خليهم يرجعوا دلوقتي. نيجي هنا للتريدنج بوست ده نحط فيه حتى ناس. لازم no horses in the، يعني مش معمول له capture الهورس. انا بصراحة مش عارف ازاي اعمل capture الهورس. كنا نعمل نطلع بحملات تجارية او حاجة زي كده. الذهب بدأ يرتفع شوية تاني تالي، عشان الأسواق بتاعتنا بدأت تشتغل أهي. أهو هيبدأ يطلع كويس، ممتاز. هو مجرد ما السوق بيشتغل أظن هو بيبتدي يبيع على طول. شايفين مثلا بدأ يبيع دلوقتي أكل، إحنا الأكل هينزل عندنا. خلينا نبيع جلد أحسن. أنت كمان بتبيع جلد، متأكد إن مفيش حد بيبيع أكل. ميلك لا امتي، مبيبقاش حاجة، لأن احنا الأكل بدأ يبقى فيه مشكلة، فلازم نوازن الموضوع شوية. هاجي على بتوع الأكل كلهم، احنا كنا آخر مرة عايزين نطورهم، مش عارف طورناهم ولا لأ. الأرض دي لازم أخدها عشان أحط فيها مزرعة، احنا كده أخدناها. خلونا نيجي نحط فيها هنا ده، أنا مش عارف بتاع ايه، بس شكله شوب، يعني مكتوب انه هيبيعوا مثلا لحوم او حاجات زي كده. increase meat production in call،
يعني هيزيد انتاج اللحوم على حسب الضغط او على حسب النداء او كده ان كول. مش عارف، من اول مره انزله البيت دوت ما خدتوش قبل كده، لسه ما فيش عندنا اي مكان فيلد نقدر نحط فيه، ما فيش. اظن الخريطه كلها ما فيهاش حتى. انا وانا بقلب في اليوتيوب واشوف الفيديوهات اللي موجوده عشان اخد خبره يعني مثلا واتعلم وكده، لقيت ان اللي بيبتدوا السلاسل بتاعت ديت يعني بيقول ان هو بادئ على الـ على النورمال زي ما انا بدأت كده، اللي هو المستوى اللي كان عليه. واول ما بيدوس ريدي بيبص تلاقي كل قطعة ارض فيها مورد، كل قطع الارض تقريبا فيها موارد، يعني نادر ما تلاقي قطعة ارض بدون موارد. فأظن ده لأن هو عامل ريسورس زيادة، يعني بيكونوا عاملينها زيادة. ان انا كده بدأتها هي بدون موارد، بس لا الوضع فيه نقص في الموارد. عايز اشوف تاني ممكن نعمل مزارع فين، او ناخد انهي ارض عشان نبني فيها. دي طلعت نحط فيها هنا، نطورها كمان، بالتالي كده هيزيد معانا الانتاج بتاع الاكل، ممكن يغطي او يدوبك يعني. وكمان معانا فلوس فنقدر نشتري هنا. لا لسه عايزين ناخد شوية مقاطع علوم كمان عشان نقدر نشتري. طيب يلا بينا نبني هنا كمان واحدة library. جنب الشعب هنا يتثقفوا، نحط لهم بير بما ان معانا فلوس كتير، خشب كتير واسمه ده حجر. تمام، التريدنج حطيناه كده، تقريبا كل المباني حطيناها. حتى هنا احنا السعادة بتاعتنا معقولة. الجنود بتوعي بس هجهزهم هنا، هما قريبين بس جاهزين عشان ما يهجموليش على ده خالص. انتاج الاكل زاد عندنا وده الحمد لله كده طمني، بس يعني مش انه خلاص نرتاح، لانه لسه محتاجين نزيده اكتر. انا اخدت الارضين دول هنحط فيهم انتاج اكل برضو، ولو زاد مفيش مشاكل، يعني اللي يزيد اصلا بيبقى خير لانه نقدر نبيعه. نحط هنا صياد ونحط هنا صياد، تالي كده الأكل بقى خلاص نقدر نبيع بعد كده لما الاتنين دول يطلعوا. جنودنا تعالوا بتوع السيف وقفوا هنا، والرماة من هنا من فوق التلة دي. البرودكشن بتاع الخشب كويس وعندنا مساحة كفاية، يعني 4000. ممكن نبتدي نقفل من هنا، مش عايز توسع تاني حتى لو ما اشتريناش الأراضي. هبتدي أقفل السور. دي شارينها؟ لا مش شارين، مش مهم. لأنه بعد ما نعمل الأسوار ونقفلها وكده، احنا عندنا لسه مشكلة تانية، هنقعد نطور فيها وبعدين نحط أبراج، لأنه بعد كده الوحوش نفسها اللي بتهجم علينا بتبقى أقوى وأقوى. يعني هنا نعين ناس، السكان بتوعنا 56 من 56 وده مش كويس. معناش حتى خشب نحط هنا اهو جالنا. انا ممكن اجي اطور اصلا البيوت دي، اطور لي بيتين ولا حاجة يدونا مساحة بس عشان البرودكشن بتاع الناس ما يقفش. واكيد نروح على طول ما ننساش نحط تابرن لانه السعادة قربت تنتهي. هو ده تابرون اصلا؟ ممكن نطوره نحط فيه واحد مؤقتا. كل ما بيبقى سعادتهم اكتر زي ما شفنا اخر مرة السبون ريت بيزيد، يعني فيقدروا يطلعوا اكتر بسرعة. يعني اهو زاد، شايفين؟ ممتاز. هو ده ايه؟ ده اللي احنا حطيناه، بس مكنتش عينت في حد. الانتاج بتاعنا 26، خلينا نراقب نشوف. زاد لل 35 مرة واحدة بسبب الراجل اللي اتعين هنا ده، وبقينا محتاجين حاجة نخزن فيها الفلوس من كتر ما زادت الفلوس. هي الفلوس كانت فين؟ هي هنا اهوت بنك. يتهيألي لازم نعمل ريسيرش عليها. فين ال هنا اظن دوت. لا احنا محتاجين نشوف المكان اللي بيطلع لنا يجيب لنا الفلوس اهو.
احنا محتاجين نجمع شوية كمان نقاط علم عشان نقدر نحط ده، لأن هو ده اللي هيجيب لنا نقدر نجيب بيه فلوس. طيب بدل ما اضيع الفلوس اللي عندي على الفاضي، خلوني اجي اعمل ايه؟ مينفعش اشتري. طيب يبقى نطلع جنود. احنا في حطينا مكتبة بس معيناش فيها حد، تعال نعين 2 والأحجار عندنا كويسة أصلا. اليوم خلاص هيخلص بتهيألي قرب كده. هو احنا طورنا، بص البيوت دي ليفل 2 شايفين شكلها عامل ازاي، تطلع طابق لفوق. دول كده ليفل 2، ممكن واحد منهم نطور ليفل 3 لما نطور المبنى الرئيسي ونشوف هيبقى شكله عامل ازاي. دول واقفين هنا ليه؟ اه دول اللي شغالين في التافرن. نطلع الرماية. شوف كل ما بنيجي نطلع الواحد بس بيكلفنا 100، كويس عشان احنا كده كده عندنا ما شاء الله انتاج الفلوس يعني رهيب. طيارة ده هيخلي عندنا جيش خارق. اه اول ما بيقفل اليوم بتقل كل حاجة بيه، حتى السعادة بتقف يعني تحس ان هم بيفقدوا الامل. تعال نشوف الهجوم ده عن كسب المرة دي، ملحقوش يعملوا حاجة. الرماة بتوعنا ما شاء الله ماهرين. اهربوا اهربوا، كويس مماتش مننا حد. انا خفت يموت لان هنا مش بيبان عليهم الاتش بي، يعني ما بيبانش ان الاتش بي بتاعهم ناقص منقصش، تلاقي فجأة كده راح ميت. والله كويس تصدينا الهجوم سريعا يعني. طب الهجوم التاني هيكون هنا من ناحية الأسوار، ده كويس خالص. تعالوا نجيب الجيش بتاعنا كله نخليه يستعد. فين احنا هنا ممكن نعمل بوابة في المكان ده، نيجي هنا ونقول له حط لي بوابة هنا لأن في رامب أصلا موجود، وهنا كمان في رامب، وهنا البوابة هنا تيجي بس مش هيركب معاها أبراج أظن، خلينا نحطها في الواسع هنا البوابة. ونطلع ممكن يعني برجين مثلا، بس لسه احنا مش فاتحين الأبراج. صحيح جه معانا خلاص تكنولوجي نعرف نفتح ده. اه ده عند المستوى 3، انا ما خدتش بالي عند مستوى 3 لازم نطور لحد نوصل لليفل تاير 3 دوت يتفتح معانا. طيب مفيش مانع مفيش مشاكل خالص، ممكن نطلع دلوقتي احنا نعمل ريسيرش للابراج ونعمل ريسيرش لل هنا هوت مثلا، نشوف لنا حاجة في الاكل. ماشي نفتح التجارة خلاص، احنا كده صرفنا كل نقاط العلم اللي عندنا. الخشب بيزيد كويس بس مش عارف ليه ما جوش بانو دول. اه ما عندناش يمكن عمال عشان طلعت كتير جنود. طيب جنودي تعالوا عند البوابة هنا ما شاء الله، بص بقى جيش عظيم. إنتاج الأكل حاسس إنه بعد شوية هنحتاج يعني نخزن، لأنه السعة بتاعتنا 200 وإحنا إنتاجنا كويس. فخليني أجي أحط لهم هنا هوت واحد من ده يخدم عليهم دول، ونرفع دول كمان مفيش مانع نطورهم. نحط الموظفين، فاضل ان احنا دلوقتي نبني شوية بيوت عشان الساعة بتاعتنا. وفي عندنا حي تاني صح؟ اه هنا اهو ده الحي الاول. لا بلاش نسد الطريق. نقاط الأبحاث بتاعتنا بتملى بسرعة والله،
يعني احنا عندنا في الدقيقة الواحدة 240، وانا اصلا لسه مش مطور ده، لو طورته بتاعي هتزيد اكتر. تعال نطوره ونحط فيه حد، ده كمان مش مطور كده. انا طورت الاتنين بتوع الابحاث دول، ما بين اللي بتعمل لنا بحث، فالمفروض ان بص بدل من 240 بقى 360. ممتاز. بما ان احنا دلوقتي الفلوس هتفلل خلاص، خليني اشتري بيها اي حاجة من هنا. ممكن نشتري مثلا من، خلينا ناخد طوب، نشتري بالعشرة مرة واحدة، ولا نشتري 100؟ اصلا عندنا ساعة، عندنا ساعة، خلينا نشتري 100. كده كده عندنا بروتكشن للفلوس، فما فيش مانع. يعني ناخد 100 هنا خلاص. المية دي بتطير بسرعة جدا لما نيجي نعمل ابجريد. شوفوا ده بس هيحتاج له 100 لوحده، 100 احجار و150 حديد. الحديد ماشي حلو، مفيش ضغط عليه دلوقتي، لسه ما طورناش ليفل 3. تعال نروح نرفع المبنى نفسه، نستعد يعني ونحقين في حد. ما شاء الله بقى عندنا 70 هنا مساحة. تعالوا يا الجنود اعملوا هنا تمرين على الذئاب دي. ممكن يطلعوا من البوابة، انا نسيت، خليهم يتدربوا على الذئاب، يسخنوا الحصانة بقى. ازاي نعمل لها كابتشر؟ لازم ناخد الارض اللي فيها حصانة. يمكن هنشوف بس بعد ما نشوف موضوع الذئاب ده. تعالوا، ممكن رقم واحد بس ادخلوا هنا وانتو ساعدوه. لو سبتهم انا احسن، لانه لو بمسكهم يعني بيضربوا كلهم في نفس المكان فبيموتوا بسرعة. يعني لو سبتهم كده احسن. بقى عندنا زيادة هنا في الخشب، خلينا ناخد الحتة دي. الصراحة ما تتسابش، شكلها جميل وهنا نازلة كده. دي كمان لازم ناخدها، ده فيها اكل. ديت ينفع تتزرع؟ ينفع تزرع قمح. ممتاز. بما ان اشترينا الارضين دول وعندنا خشاب، خلينا نعمل لهم سور. اتفتح لنا احنا لما عملت ريسيرش، فنقدر نبني هنا يعني برج. هيكون اول برج نحطه عندنا في القلعة بتاعتنا. في المناطق اللي داخلة ديت ما بنحتاجش فيها برج اظن، لانه مش هيدي يعني رينج. بس هنا كويس جدا لو حد جاي يهجم يقدروا يطلعوا يضربوه. خلينا نشوف هيبنوه هيبقى شكله عامل ازاي. ممكن تيجي تبني؟ ممكن. وانت ابني ده بعد اذنك. هو رايح فين اصلا؟ مش عارف. ايه كده، نطلع عليه شوية رماة بقى، بما ان احنا عندنا رماة كتير اصلا. الاكل اتفلل عندنا. طب تعالوا بسرعة ناخد واحد من اللي بيخزن لنا الاكل. فين مخزن اكل؟ ايوه هنا يا جماعة اهو. عند المزارع دي اتملت صراحة، فخلينا نحط في المنطقة الواسعة. ممكن نرفعه. صحيح، كده رفعنا. طلعوا الابراج بتاعتنا بسرعة. تعالوا لي انتوا، وقفوا هنا كده. 8 منهم يطلعوا هنا. ينفع؟ لسه ما كملش ده، بس اللي كمل. ملحقتش اطلع الناس والله. تعالوا اطلعوا لهم بدل ما يقعدوا يغلبونا. هما دول كده بس؟ هنا في مدخل، فهم جايين يدخلوا منه دول. بس معقول هما دول بس اللي هجموا علينا واحنا مرعوبين؟ يعني عاملين نحط ابراج ومن ابراج عشان في الاخر اربعة.
والله قويين شكلهم، جنود. اه جنود مدرعة، جنود مدرعة. فبدأوا يجيبوا لنا جنود ليفل 2، احنا لسه اصلا الجنود بتوعنا ليفل 1 يعني، مش حاطين، مش مطورينهم اصلا. بس تمام، مصيرنا هنتطور يعني، متقلقوش. الهجوم التاني هيجيلنا منين؟ هيجيلنا منين؟ من الاخر هنا برضو عندنا حصون محصنة. طيب تعال نطلع لهم بره خالص، نوقف الجيش بتاعنا كله. وعندنا 1600 دلوقتي نقاط علم، فخلينا ناخد كده الحاجات الرخيصة دي بحيث ان تتطور معانا. فضلنا بس ابجريد واحد، بس بحث واحد هنطلع ايه للليفل 2. محتاجين نظبط المود بتاع الشعب. ايه ديت؟ اه فتحت عشان البحث الجديد اللي انا اخدته، تتحط في مناطق معينة بس. خلينا نحط منها هنا وناخد تافرن، نحط واحد تافرن هنا كمان. حتى البيوت بتاعت الأخشاب لما نطورها بتاخد، بتزيد 500 كده. كويس، احنا عشان ما نكترش بيوت خلونا نرفعها للليفل 2 وكده. ممكن دول نيجي على الحي ده بما انه في حاجات متطورة اصلا، هنطوره معانا احجار اصلا كفاية. اه انا نسيت ان انا كنت صوت اللعبة عالي عندي في السبيكرز، فممكن يكون اثر على الصوت بتاعي، فبعتذر منكم. وطيت الصوت بتاع اللعبة شوية، هيبقى في المونتاج هيظبط معايا ان شاء الله، ولكن يعني حبيت ان انا اقول لكم اذا الصوت كان فيه فرق ولا حاجة. عايزين نشوف ازاي ناخد حصان. بصراحة انا مهتم بالموضوع ده. كانت الحصانة فين؟ هنا. هي تصدقوا مش بعيد، هي ممكن ناخد. اه ده هنا كمان في ارض ملاصقة لينا فيها حصانة horses. طب لو اخدناها نقدر دلوقتي نروح نطلع حصان. فين؟ ايوه ده. اه نقدر، جالنا حصان. شايفين ده بقى هيعمل ايه؟ يعني هيطلع يتاجر يعني؟ خلونا نقرا عنه المبنى ده. اه لما قرات ان هو لقيته انه بص كاتبين ان هو بيسمح لك ان انت تعمل رحلات يعني، تدي لك جود بروفيت، تدي لك عوائد كويسه او ذات ربح كويس. بس مش فاهم صراحه ازاي، هل في طريقه معينه نشغله بيها ولا كده؟ اللي يعرف يا ريت يكتب لي في الكومنتس. احنا حطينا واحد تافرن وحطينا ده. فين التافرن اللي حطيناه؟ هنا اهو. خلونا نحط فيه ناس عشان الانتاج بتاعنا يزيد. ودلوقتي فتح لنا كمان هنا مبنى اللي هو اللي اسمه بيلدرز جولد. المبنى ده فتح لنا، فخلينا برضو نبنيه. وبتبني في اي ارض؟ خلينا نحطه تحت هنا كده ونشوف، نكتشفه مع بعض بيعمل ايه. دوت بيتحط في المكان اللي فيه المكان اللي هو المكتبة او اللي بيعملوا منه نقاط البحث. المبنى ده الظاهر بيعمل لها امبروف او كده. احنا عيننا فيه هنا واحد بيتطور بالحديد. بص بص شكله عامل ازاي، كأنهم بيستكشفوا حاجة من الفضاء او كده. بص اه بيزودوا هنا الانتاج بتاعنا كمان. بما ان فتحت معانا فممكن نطور هنا للبتوع السهام، نطور لهم الفكرة دي ونقدر دلوقتي نستنى ونحوش لده. بس قبل ما استنى ممكن افتح لي حاجة تقوي لي الجنود بتوعي، او تفتح ليفل 2 من الجنود. ممكن اخد ابو الرمح كده. كده اليوم اللي بعده هو اللي احنا هنعمل فيه التطوير بتاع الجنود بتوعنا. دلوقتي احنا فتحنا التطوير الاسهم، فممكن نيجي على بتوع الرومات السهام بتاعنا. مش عارف ازاي الصراحة نطور، يمكن محتاجين نطور المبنى بتاعهم الاول. ما بيتطورش معانا المبنى الرئيسي، نرفعه. بين الناس على 82 ولسه مزاج الشعب سيء لسه. ماشي يا جماعة، ولا تزعلوا نفسيكم، خدوا تافرن كمان.
ده بصراحة أنا ما خدتش بالي بيعمل إيه، ما قرأتش عنه، بس خلينا نطوره. الأحجار دلوقتي هنحتاجها بشكل كبير جدا، يعني نطور ده كمان. اتفتح لنا هنا هو الجندي التاني اللي هو أبو رمح، ممكن ناخد منه دلوقتي 10 ونقول له طلعهم وهاتهم هنا، إن شاء الله يطلعوا بس قبل ما يخلص اليوم. يا ترى تبان التافرن ولا لأ؟ تبان، عينه فيه غاضب الشعب بتاعنا، معرفش زعلان هو. بص اصلا ناقص 75% عشان الـ يعني يتهيألي انه في زيادة في التعداد السكاني جامد مثلا، فبيبقوا زعلانين، البوبوليشن بتاعنا بيزيد، فكل ما يزيد العدد السكاني يتضايقوا. شعب غريب اهو. في تافرن تاني كمان هعين فيه 2 بس مش هطوره، يعني كده ايه المفروض ان هيزيد اكتر فيزعلوا اكتر. شوفوا احنا لسه مخلصين نقاط العلم بتاعتنا واتملت تاني، بقت تتملي بسرعة بصراحة. اتفتح لنا دلوقتي نقدر نحط زي بنك كده ياخد منهم تاكسز، ياخد ضرايب. بس خلينا نطور القوة العسكرية بتاعتنا، السور وكده لما يتجمع معانا. احنا لو معانا 300 دلوقتي، نستنى. احنا اشترينا الأراضي دي فخلينا نطور لها، نعمل لها سور نصورها حواليها بما ان معانا خشب. تعالوا صوروا كده، وهنا مش هتوسع تاني فحط سور، ونعمل بوابة ممكن من فوق من هنا. تعالوا نعملها تحت، لا بوابة تحت، نحط هنا برج. ده انتاج الاخشاب، خلينا نطوره. احنا كل البلد بتاعتنا كلها قايمة على الاخشاب، مع الاسف مفيش زوم اوت اكتر من كده، ده اخر حاجة. بصوا القلعة بتاعتنا شكلها عامل ازاي، حصن كبير جدا، هنتعب فيه على فكرة عشان نطور ده الاسوار لليفل 2، لانه بعد كده هما هيجيبوا مدافع ومنجنيق وكده. انا كبرتها قوي يعتبر، والله مش عارف. حاسس ان احنا هنندم في الاخر. لا تجري بسرعة، هما تعالوا الجنود بتوعنا، تعالوا كلكم تقدموا هنا. اوه بصوا بصوا جالنا ايه، بس مش هيصمت معاهم رماة، اقتلوا لي الرماة بسرعة الأول. خلصوا دول الرماة، ممكن يخلصوا علينا، خلصوا علينا. ايه احنا ما شاء الله، بس مات مننا واحد والله، بس احنا ما شاء الله قويين جدا يعتبر، يعني جيش عظيم، جنود الأبطال بتوعنا. تعالوا ارجعوا نشوف فين هيحصل هجوم تاني، جنبها هنا، اطلعوا استنوهم برا في البراري، نعملوا معسكر هنا كده ويقعد. بعدين بقى لما نصور المدينة بتاعتنا كاملة نبقى نوقفهم بقى في الأبراج وكده، وممكن محركهمش خلاص، بس نوقف لي هنا 3 ولا 4 وهنا 3 4 كده في كل برج. انتاج العلوم بتاعنا برضو طاير ما شاء الله. نعمل تحديث للسور، حاسس ان مش وقتها، احنا قويين جدا يعني، جنودنا ما شاء الله طيارة. خلينا ناخد دوت بيعمل ايه، كان بي اه ده بيخليك تقدر تسترجع الجنود الميتين. هم دول ما ماتوش، هم فلن يعني، هم وقعوا بس سقطوا جرح يمكن او كده، وده هيعالجهم مش عارف، بس هي اسمها تشيرش يعني كنيسة، بس ها بيحاولوا يعملوا ان في الكنيسة يعني هيدخلوا الناس تتداوى من جواها ولا حاجة. طيب ايه المبنى دوت، سماثي، تعالوا نبني السماثي بتاعنا نشوف هيدينا ايه، نحطه في المنطقة العسكرية بما ان هو عسكري، حاجة من الحاجات العسكرية، نحطه هنا كده. خلوني مثلا اطور لكم السور ده ليفل 2 ونجرب ابجريد، اهو بقى ينفع يطلعوا عليه. لو ما فيش المبنى ده اللي هو البرج نفسه عشان الناس تطلع من البرج وبعدين يطلعوا من الباب اللي هنا ده، ممكن نحط من السلالم دي كده، شايفين دلوقتي بما ان طلعنا برج خلونا نجرب نقاتل من داخل القلعة بتاعتنا مرة. تعالوا تعالوا ادخلوا، بس مزعجة كده انه في عندنا حظائر هنا هوت وبتاع، بس يعني مفيش عندنا حل تاني بصراحة.
الابواب دي ممكن نشيلها، الابواب بتاعت الابراج نفسها ممكن من هنا نشيل البرج، يعني الباب بتاعه اللي فوق ده نشيله مثلا، الباب ده اللي على الجنب التاني ده، او الباب اللي بره، الباب اللي بره ممكن نشيله مبقاش موجود، والباب اللي فوق ده اهو ندور عليه هنا نشيله، يبقى شكله واقعي اكتر يعني لو احنا عايزين. بس خليهم. طيب تعالوا نطلع جنودنا فوق، الرماة تعالوا لي على الجنب بس كده عشان اعرف اشوف. ايوه هنا اهو فتح دلوقتي، ينفع ان انا اطور الجنود بتوعي. احنا عندنا 25 ارشر، 25 واحد بسهم، ال25 ممكن نطورهم ب30 حديد، هياخدوا اسهم يعني يبقى عندهم يعني دمج اكتر يعني كده. طورتهم بقى 7 كمان، عايزين يعملوا ابجريد. ماشي. اه ده الواحد بيستخدم كده، احنا خلص الحديد بتاعنا كله على تطوير بتوع السهام. اوه تعالوا نشوف في منهم متطور ومنهم مش متطور. اه اهو اللي مش متطور بيعمل هنا 40، مكتوب عليه بس 40. تعالى كده انت اقف هنا، وده متطور ممكن نطوره تاني. يعني هو ممكن نفضل نطور فيه يزداد الدمج بتاعه. ده 40، ده 48. لو طورت ده كمان مرة مينفعش. upgrade requires، اه عايزين نصنع له حاجة في السميثي بتاعنا. السميثي، طيب تعالوا نشوف السميثي، نعين فيه واحد نعمله upgrade، نعين فيه التاني. محتاجين هنا زي كأنها equipments او حاجات بيصنعها، مثلا راس السهم كذا، حاجات زي دي يصنع منها ونقدر نطور بيها الجنود بتوعنا. بس انا اللي مش قادر افهمه راحوا فين. انا لا راحت مني دي، طورناهم يمكن احنا ليفل وبعدين لو عايزين نطورهم تاني نبتدي. اه صحيح، يبقى هما كانوا 40 طوروا ليفل، بقوا 48. شكلهم الاثنين ما يختلفوش عن بعض، ولا ايه رايكم؟ اه فهمت دلوقتي. بص الاختلاف فين، الاختلاف في السهم بتاعه ده دلوقتي اتطور معانا كمان مرة، بقى 60. السهم بتاعه بص لونه ايه، لونه ابيض وكأنه اكبر شوية. خلينا ناخد دول كده 6 نطلعهم فوق البرج هنا، هيكفي اصلا 6 ولا اه يكفي ياخد اكتر كمان. نزيدهم طيب تاني، تعالى نزيدهم 3 بقى 9. تعالوا اقفوا يا دوبك، بصوا بالظبط اطلعوا لي هنا انتوا 9، اطلعوا فوق ناخد 9 تانيين. دول 8 تعالوا لي هنا معاكم صاحبكم. بقى 9 اطلعوا فوق، الباقي بقى تعالوا بص يقدروا يقفوا هنا. احنا كده عاملين يعني حتة حصينة جدا ضد الانمي. وبعدين الجنود بتوعنا بقى مش عارف يعني، هو طبعا لو طلع لو دوست لهم هجوم هيطلعوا فوق هنا يتهيألي، او ممكن اطلعهم فوق السور بس ملهمش لازمة مش هيضربوا. خليني اوقفهم جنب الباب هنا، حس انه او ممكن بره حتى يجذبوهم يجوا يعني. تعالوا اقفوا هنا، حلو انتوا عارفين ان احنا هنا كان ممكن نعمل باب بس يعني ملوش لازمة دلوقتي. نطور ده، والنقاط البحث بتاعتنا كمان بصوا بقت يعني خلاص فل، وقفت النقاط. خلينا ناخد شوية upgrades هنا كده، نديها هنا ده في يعمل happy bonus، الهابينس بتاعتهم تاخد بونص زيادة. القوات العسكرية بتاعتنا ممكن نطورها، بس خلينا نكمل الباقيين دول. ناخد دي ونكمل موضوع التجارة، لا معناش بقى خلاص كده كفاية. ممتاز، شوف ايه المباني اللي اتفتحت لنا. فين البنك؟ فتح لنا بنك، ايوه هو ده. تعال نحطه هنا جنب المكان الرئيسي بتاعنا، نحط البنك هنا وهنعمل له ابجريد من جوه بقى، فهيسع اكتر هنا فلوس. يعني ما شاء الله وصل انتاج الفلوس عندنا كبير قوي. وبرضه في نفس الوقت خليني اشتري شوية احجار، ناخد 10 مثلا،
الحديد بقى هو اللي هيبقى نواجه فيه مشكلة، والأكل كمان احنا زاد التعداد بتاعنا جامد، فبقى الأكل مصروفه كبير علينا، محتاجين احتمال نشتري أراضي من بره ونطلع نعمل مزارع بره. يعني دول الأرضين دول صفقة رابحة، لو حطينا فيها مزرعتين هيتعبونا بس في الدفاع عنهم شوية، ممكن نعمل سور خارجي كده حواليهم. صح، ممكن نعمل سور خارجي. تعال دلوقتي نشوف الهجوم بتاعنا، ده اليوم العاشر. نزلوا رومات، تلات فرق. تعالوا انتوا جهزوا. بص بص بص، بيضربوا بالنار. صح، احنا طورناهم، حتى دول طايلين ما شاء الله. تعالوا دول يلحقوا اللي باقي عشان يهربوا. ما عملناش حاجة. يعني احنا كده كل برج لو وقفنا فوقيه حتى لو خمسة يتهيألي هيبقوا كفاية جدا، ملحقناش نعمل حاجة، ملحقناش نحارب، هم ماتوا لوحدهم. ما تنسوش لو وصلتوا معايا لحد هنا هو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وأهم حاجة تكتبوا لي رأيكم في الكومنتس، وإن شاء الله نشوفكم على خير الحلقة اللي جاية. سلام.